أصدقائي وعشاق محبين زراعة الأسطح والزراعات المنزلية، أهلا بكم في قناة كنوز وأسرار الزراعة في حلقة زراعة البامية في مصر أو زراعة البامية في حديقة منزلية. وطبعا البامية من العائلة الخبازية اللي من ضمنها البامية والخبيزة. طبعا احنا بنزرعها عشان خاطر الجزء اللي بيؤكل بتاعها اللي هو طبعا القرون الخضراء. طبعا أنواعها وأصنافها كتيرة جدا. طبعا احنا طبعا اهم حاجة عندنا ايه طريقة الزراعة، وان هي بتحب الجو الايه ومعاد زراعتها والاسمدة اللي ممكن استخدمها حتى الحصاد. تقدر حضرتك تزرعها بكذا طريقة، اذا كان في قصيص كبير او اذا كان في حوض او اذا كان سطور او اذا كان في خطوط. انا بعمل لها حوض زي ما صممت كده الحوض بالمنظر ده، وفي نفس الوقت بخططها يا اما بالخشبة يا اما بالشوكة. ليه؟ لان المكان التخطيط اللي انا عامله ده هو ده اللي انا هحط فيه البذور بتاعتي. وطبعا زي ما اتفقنا ان قبل ما تزرع اي بذرة او اي نبات لازم تكون عارف هو ايه الجو المناسب ليه. البامية طبعا من النباتات المحبة جدا للجو الدافي، يعني عايزة درجة حرارة مثلا من 20 لـ 35 ولا اقل هتأثر عليها، وبرضو الحرارة العالية برضو هتأثر عليها، لكن هو المدى الحراري بتاعها هو من 21 لـ 35. ده طبعا شكل بذور البامية اللي هنزرعها في حلقة النهاردة. يفضل برضو ان انت تزرع البذور من 20 سنتي لـ 25 سنتي، يعني الفرق ما بين البذرة والتانية 20 لـ 25 سنتي. انا ما عملتش كده، ما تعملش زيي. انا برضو بقول لك على الصح، انا زارع زراعة كثيفة ومقرب البذور من بعض، لان النبات هيكبر، لسه هيكبر، وفي نفس الوقت النمو الجذري بتاع نبات البامية برضو كبير. فانت عايز الصح معاك من المسافة ما بين البذرة والتانية من 20 لـ 25 لـ 30 سنتي، ولو هتزرعها في قصيص برضو لازم يكون قصيص حجمه كبير. طبعا بنحط البذور بالمنظر ده، بنخرم بس مكان البذور بأي خشبة ولا حاجة، وبنحط البذور على المسافات اللي انا قلتها لكم. وبما ان احنا بنزرع البذور يبقى لازم تكون عارف برضو، احنا قلنا المدى الحراري اللي بتحبه جو دافي، يبقى برضو لازم تكون عارف ان الجو الساقع مش هينفع تتزرع فيه. هي بتتزرع في عروات كتير على مدار العام، لكن الا شهر 12 وشهر يناير وشهر فبراير مش هينفعوا طبعا في الوجه البحري. ده ممكن ينفع معانا في الوجه القبلي اللي هو في مصر العليا، اللي ممكن مثلا الاقصر اسوان والمناطق دي. فعامه العروات بتاعتها مثلا اللي ممكن تكون بتتزرع زي الصيف المبكر ده بيكون شهر 2 و3، ده في مصر العليا. الصيف المتأخر ممكن شهر 2 لـ 3 لـ 4 لـ 5، وده بيكون في معظم أنحاء مصر. معاك العروة الخريفي شهر مثلا 6 و7 و8، ده برضو بيتزرع في مصر العليا ووجه بحري. معاك طول السنة بيتزرع نبات البامية. والفيديو اللي قدامكم دلوقتي ان انا بوريك الزراعة في القصيص، بس بوريك القصيص الغلط والقصيص الصح. القصيص الصح اللي قدامك دلوقتي القصيص الكبير، لكن القصيص الصغير اللي جنبه ده ما ينفعش فيه لزراعة البامية. انا حبيت برضو اعرفك الطريقة الصحيحة. برضو معاك حاجة تانية احنا ما اتكلمناش عليها في البداية، وهو تحضير الارض. خلاص انت معاك ان انت تضيف الكومبوست والسوبر فوسفات او السلفات البوتاسيوم او مثلا سلفات النشادر، معاك كذا حاجة ممكن تضيفها بحيث ان النبات يقدر يستفيد بها طوال فترة النمو. دلوقتي النبات اهو مثلا اهو عمره بقى حوالي مثلا 15 يوم ولا حاجة. احنا دلوقتي معاك تبدأ ان انت معاك عايز تضيف مثلا النترات، عايز تضيف اليوريا. انا بحبب لليوريا، بالنسبة لي بدلها مثلا جرعة سمادية ولا حاجة بسيطة جدا للكمية دي، بكون بضيفها تحت النبات مع الري مثلا، وبتبدأ ان انت تروي على طول اول ما تضيف السماد. النبات بياخد مثلا حوالي 60 لـ 70 لـ 80 يوم عشان تبدأ معاك الحصاد بتاع اول بامية. كده برضو النبات برضو كبر معانا شوية، العمر مثلا دخل تقريبا في الشهر، اخد جرعة سمادية. ممكن برضو تضيف له جرعة سمادية تانية عشان خاطر يكون لنا مجموع خضري كويس وعرش كويس للنبات. ودايما من فترة للتانية ان انت تبص على الاوراق دايما كل شوية، بحيث ان انت تشوف اي مشاكل بتحصل للاوراق، واي ورقة مثلا ظهر عليها اي اصابة حاول ان انت تشيلها مباشرة، لان احنا مش هنرش مبيدات ولا هنضيف مبيدات. احنا في الزراعات المنزلية وفي زراعات الاسطح ممنوع منعا تاما استخدام المبيدات الزراعية.
احنا اهو مثلا اهي ورقة مصابة بنشيلها على طول، بحيث ان انت دايما، لان النباتات دي بتبقى حساسة جدا للامراض اذا كانت الفطرية او الامراض الحشرية. دايما البص لو تلاحظ ان احنا بنشيل الجزء اللي هو بيكون متدلي على المية اللي احنا مكان الري، لان المكان ده بيحصل له اصابات كتيرة بسبب وجود المية اللي بتكون مثلا راقدة في الحوض والورق بيكون متدلي عليها، فطبعا بيحصل مشاكل في الاعفان والامراض الفطرية. ومهم جدا في عمر مثلا حوالي 50 يوم دلوقتي ان انت تضيف البوتاسيوم عشان يبدأ بقى يبعته على طول للثمرة. طبعا الثمرة هي اهو على عمر مثلا 75 يوم او عمر 70 يوم ابتدت اول ثمرة. انت الثمرة اللي انت بتقطفها دلوقتي دي ثمرة غير مكتملة، يعني الثمرة اللي انت بتاكلها ثمرة غير مكتملة، وحط تحت كلمة غير مكتملة 100 خط. يعني احنا ما بناكلش الثمرة الكاملة اللي بيكون جواها البذور والبذور ابتدت تكبر، لا انت بتقطف الثمرة وما بتسيبهاش تكبر، يا دوبك هي الزهرة بتعقد ولمدة 2 يوم بالظبط بتبقى البامية متكونة. يعني انت بتبقى تلاقي الزهرة كده على طول، البامية بتلاقي بعدها بـ2 يوم تقطفها. ان الحصاد دايما بيكون على مراحل مش مرة واحدة، ان انت مثلا حصدت النهاردة تسيب بكرة مثلا وتلاقي مثلا بعده وهكذا، ممكن تلاقي نفسك يوم ويوم او كل 2 يوم على حسب طبيعة الانبات عندك. طبعا فوائد عديدة جدا جدا لنبات البامية بالنسبة طبعا للحصاد اهو. طبعا انت هتحصد مثلا، ممكن تلاقي نفسك بتحصد على مدار شهرين، ادي الزهرة هي اتكونت، بتلاقي نفسك بتحصد البامية بعدها على طول بـ2 3 يومين. وبكده أصدقائي الأعزاء نكون وصلنا لنهاية حلقة زراعة البامية، من أول البذرة إلى الحصاد. أهي البامية قدامك، أهي وادي الزهرة بتاعتها. أشوفكم بقى على خير في حلقات تانية كتير. مع السلامة.